ازيك يا ابني، نورتنا. لا ده نخش في الموضوع بقى على طول، بقى نخش في الموضوع على طول. ما تعرفنا بالحج يا ابني. انا الحاج عرفان عمه، وجايين نطلب ايد الشملوله ونتفق على كل حاجه بقى. الشملوله ايه يا حاج؟ ما تصلي على النبي كده يا عم وسيبنا انا اتكلم. اتكلم يا اخويا اتكلم. ايه هي طلباتكم يا عم؟ يا ابني لا طلبات ولا حاجه، احنا بنشتري راجل. ويا ترى بقى هتشتروه بكام يعني؟ ها يا عمي، ايه هي طلباتك؟ مبدئيا كده يا ابني، انت لازم تكون بتقبض كل شهر على الاقل 10,000 جنيه. 10,000 ايه؟ هو انت تدخلوا جمعيات على جفا الواد يا ابو الشملولي؟ يا عم اسكت بقى، هتبوظ الجوازه. خلاص انا هسكت اهو، كمل يا ابوه. وهنحتاج شقه ملك جنبنا زي اخواتها. لا لا لا، احنا نشز بقى نشز يا عم، فضحتنا. ابوس ايدك اسكت. وطبعا يا